نور، الاهتمام بالبشرة وإنه نبلل بشرتنا لازم يكون عنا هو مثل عادة ما بتفارقنا يوميا، وما تكون بس هي ردة فعل إذا صار أي مشكلة صغيرة ببشرتنا. يمكن هي الاهتمام الفجأة بصير هو نتيجة إهمال متكرر ولسنوات ماضية أهملنا البشرة. رح نحكي أكثر عن هالموضوع بالاستوديو. معنا الصيدلانية لونا دروس، الحائزة على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية. صباح الخير. صباح النور. صباح النور لكم وللعالم اللي عم تسمعنا كلياتها، لكل الصبايا والسيدات، لأنه هذا الموضوع بيهم الكل، خصوصا مع بداية فصل الصيف يعني. وبسبب يمكن مشاغلنا اليومية والوقت الطويل اللي بنقضيه بالشغل، في فعلا إهمال بشكل مش مقصود للبشرة. خلينا نحكي عن مواصفات البشرة الصحية. أقول أنا عن بشرتي صحية وسليمة، شو بتكون؟ هلا اول شيء بدي صبح كمان، مو بس على السيدات، بدي صبح كمان على الرجال، لازم كمان كمان السيدات، حرام كل مره مظلومه. لا ما لازم كثير مظلومه اكيد. طبعا البشره يعني مثل العنوان حاطينه انه بشره هي مراه الجسم، فهي اذا ما نعطي نحن انطباع جيد عن حالنا فلازم تكون بشرتنا تعطي هذا الانطباع الجيد، وهي فعلا مراه للجسم. هلا البشرة الصحية فينا نعمل شقين لها، هي أول شيء البشرة الخالية من العيوب أو الإصابات، وشو طبيعة البشرة اللي بتساعدنا إنه ما يصير عنا عيوب أو إصابات بالمستقبل. هلا خالية من العيوب والإصابات يعني ما فيها حبوب، ما فيها تصبغات، تجاعيد، هاي الأشياء اللي بتبقى كتير ظاهرة وممكن تظهر مع الزمن. البشرة اللي منولد فيها أحيانا بيكون لها طبيعة مؤهبة لأنه يصير في عيوب معينة. مثلا البشرة الملساء اللي مساماتها ضيقة، هي بتحمينا أكثر من البشرة اللي مساماتها واسعة. مثلا هي طبيعة جسم بس هي حالة مؤهبة. البشرة اللي فيها توازن بين المفرزات الدهنية وبين الرطوبة، ما عم أقول هيدا لازم يكون أعلى من هيدا، في توازن كمان هي بشرة بتحمينا. البشرة اللي بتتميز بالإشراق والنضارة. شو يعني كلمة إشراق ونضارة؟ يعني ما في كتير طبقات خلايا ميتة مثلا على البشرة بتعطيها المظهر، منه بتعطي مظهر هرم، ومنه من جهة تانية هي مؤهبة لظهور أعراض مرضية معينة بالمستقبل. فكمان هاي نقطة مهمة ولازم نهتم فيها، بالإضافة لموضوع أنه مثلا تصبغات معينة، تجاعيد حبوب، هي ممكن نحكي عنها بعدين. نعم، خلينا نحكي أكثر عن قصة أنه من نحن بعمر المراهقة بتبلش الحبوب بتطلع. ممكن في ناس بتعلم هاي الحبوب بوشها لبعدين، وفي ناس ما بيكون بتكون بشرتها صافية. خلينا نحكي العلاقة بسن مبكر مع البشرة والاهتمام فيها. كتير ناس يمكن بياخدوا أدوية هي يعني منيحة لأنه خاصة للجلدية، يمكن هي طويلة الأمد العلاج فيها، ممل يعني إدمانة طويلة الأمد. ولكن خلينا نحكي أنه من نحن وبعمر المراهقة ونحن وصغار إذا اهتمينا ببشرتنا هي رح تضل هيك محافظة على رونقها، تخدمنا أكثر أكيد. هلأ بعمر المراهقة، موضوع عمر المراهقة والحبوب هي يعني علاقة كتير قوية الحقيقة، خط التماس الأول يعني. أكيد إذا نحن عملنا وقاية من أنه تطلع هالحبوب فنحن منفيد حالنا بالمستقبل. هلأ الحبوب تطلع عند أشخاص بشكل يعني غير عن أشخاص، حسب العلاقة بالهرمونات، العلاقة بطبيعة البشرة اللي حكينا عنها من شوي، وإلها علاقة بالقصة الوراثية بالعائلة نفسها. بس بالنهاية إلا ما تطلع حبوب معينة، كيف نتعامل معها؟ هي بتكون ما احنا مهدنا لقصة حياتنا المستقبلية. خلينا وهذا اللي بنحكي عنه يعني تماما. لما انا كيف بدي اتعامل مع هي الحبوب، لانه احنا بنشوف بهي الفترة كمان في حساسية كتير بالتعامل مع الشخص المراهق، في كتير من الناس بيهملوها، في كتير من الاهالي بيتعاطوا معها بطريقة، فدائما في إلى نتائج سلبية بمرحلة الشباب. خلينا نحكي مع البداية، انا لما يكون في عندي بالبيت طفل مراهق وبلشت مرحلة حب الشباب، لان حافظ على هي الصبية او مثل ما قلنا هيدا الشاب ليكون فعلا عنده بشرة صحية بالمستقبل. تماما. هلا الحقيقه بالنسبه لموضوع المراهق وقلتي نقطه كثير مهمه، هو في شقين، في شق نفسي وفي شق جلدي او علاجي. صحيح. يعني نقول الشق النفسي انا ما بعتبره اقل اهميه على فكره، لانه اول شيء الحاله النفسيه هي بتساعد على
ظهور يعني او بتزيد خلينا نقول امكانيه ظهور الحبوب. فلازم الاهل يتعاملوا مع الموضوع على انه شيء طبيعي جدا وليك مثلك مثل رفقاتك، ونحن ممكن ناخذ شويه علاجات او كريمات حتى نخلص منها، ما يهولوه عليه انه يا طلعت حبه يا لطيف خلصت الدنيا. وخصوصي للبنات بهالعمر بيتاثروا بشكل كثير كثير، بيكونوا شايفين حالهم قديش هيك بدايه صبيه جديده ورايحه على المدرسه وحبه كارثه يعني ما بصير تماما. والاجمل المحيط، يعني انت بتكوني مقتنعه بحالك هي الحبه مو شايفتيها اللي مقابلك، شو هالحبه طالعت لك بأثري حرام بنفسيتها بشكل اكبر. لا والكارثه الاكبر لما بيروحوا حاطين فاونديشن على المدرسه. هي تمام يعني خلينا نحكي عن هي النقطه، هي مستحضرات التجميل وخاصه هلا عم يبلشوا كثير من عمر صغير يحطوا وشهم، قد ايه بتاثر على الحب وخاصه يعني حب الشباب بتزيده. هلا خلينا نحكي اذا كانت معصوره الحبه وحطوا فوقها احلى شيء التهاب كامل للعمق. الحقيقه هو حكينا عن الشق النفسي وانه ما لازم كثير نحن يكون في تهويل بالموضوع. هلا خلينا نحكي عن الشق، خلينا نقول ما فيني اسميه العلاجي لانه كل علاجي اوكي لازم يكون في اشراف طبي. فينا نعمل وقايه. نحن بدايه ظهور الحبات لازم كأم بكل بيت وين ما كان تهتم بنقطتين. النقطه الاولى انه تعمل تنظيف دائم للبشره. هلا بنحكي كيف شو يعني كلمه تنظيف دائم. لازم هالمسامات هي اللي عم تجمع فيها الاوساخ او الدهون وتسكر وتعمل الحبه، نحن نحاول نفتحها باستمرار لحتى تطلع هالمفرزات لبرا، ما لازم تضلها موجوده. هي النقطه الاولى والمهمه. ممكن نساعد حالنا بمستحضرات التقشير، وهي انا بعتبرها كثير مهمه. مستحضرات التقشير بتساعدنا على هالمسامات كلها تفتح والبشره تكون دائما عم تتفتح هالمسامات، عم تطلع الاوساخ، ما عم بتجمع مشان نوصل لمرحله انه التهبت وصار بدنا علاج وقصص. الحبات بتطلع عند كل العالم وممكن تطلع كثير او قليل، بس هي بدها تطلع. فنحن كيف نتعامل معها هو الشيء المهم. هلا بيجي النقطه الثانيه، نحن كيف بنسيء لها مو بنحسنها. انه بتجي صبيه مثلا شو بتستعمل، بتحط فاونديشن على المدرسه او كل ما بدها تطلع، فهي سكرتها للمسام اكثر، اذتها بزياده، اذتها بزياده. هي بتكون ليش حطت هالفاونديشن؟ لانه عندها انه رهاب انه طلعت لي حبه ما لازم حدا يشوفها. شيء طبيعي يعني عادي اذا الناس شافوها. لما بتسكر لها مسامات وخصوصي اذا قاعده فتره طويله، فهي زادت الحاله وتفاقمت الحاله وادت لاضرار ثانيه. اذا اضطرت بمناسبه حطت فاونديشن او شيء، لازم ترجع فورا التنظيف، شغله هامه جدا 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 وخصوصي بهالمرحله العمريه ومطالب فيها. هلا بما انه بس عم نحكي على الفاونديشن، خليني بس فوت على موضوع ثاني. هلا احنا بفصل الصيف بنشوف كثير من الاشخاص بحطوا مكياج وهيك، ولكن بيروحوا على اشعه الشمس او سولاريوم او الشمس وبيتشمسوا بالمكياج. خلينا كمان ننوه بهي النقطه، قد ايه مضره؟ هلا هي شقين. الشمس بحد ذاتها بمكياج وبلا مكياج هي بتعمل اضرار على البشره. ونحن لما بنكون بالصيف ونحن ببلاد مشمسة، فنحن هذا الموضوع لازم نتعامل معه شوي بحذر زيادة عن اللزوم. الواقي الشمسي ضروري ومطلوب، يفضل يعني لازم يستعمل الواقي الشمسي للناس اللي بيتعرضوا للشمس بشكل مباشر. الحقيقة هون في نقطة أنا حابة أحكي عنها، مو رعب إذا شفنا شعاع شمس. يعني في ناس تتعامل مع الموضوع انه شعاع شمس اوكي ما لازم، لا لا، الشمس بفترات معينه قبل صحيه وضروريه ومطلوبه وغير مؤذيه حتى. الرعب الحقيقي انه ناخذ الشمس مثلا فتره الظهر، فتره الاشعاع الاكبر، الذروه تبعتها ناخذها لفتره طويله، هون بتقدر بتعمل اضرار كثير كبيره على البشره. استعمال الواقيات الشمسيه ضروري ومطلوب. استعمال الواقيات الشمسية كمان له محاذيره للشباب والصبايا. تمام للشباب والصبايا. هلا الشباب ما رح يردوا عليك بهالموضوع، حاولت ماشي الحال. استعمال الواقيات الشمسية ضروري ومطلوب، بس لازم يكون في انتباه معين، لأنه كمان الواقيات الشمسية هي ممكن تسد المسامات بشكل أو بآخر، في إلى تكرارية معينة مشان ضل أخذ فعاليتها. تنظيف البشرة من بعد ما رجعنا على البيت ضروري ومطلوب. هذا اللي بدي أسألك عنه، تنظيف البشرة
بمرحلة مبكرة، التعامل معه بطريقة صحية وسليمة قديش بفيد. بس في كثير من الناس يمكن بتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بتعمل تنظيف للبشرة، بفتح مسامات ما بترجع بتسكرها. خلينا نعطي طريقة صحية وسليمة بالبيت مشان كثير من الصبايا هلا عم يتابعونا. ما بعرف إذا حيزعلوا مني أصحاب الشركات، تنظيف البشرة الأسلم هو المي. هلا كثير بدنا تزعل مني الحقيقة. لا دائما هي بيقول لك الدكتور قال ما فيك تغسلي وشك مي بارد، هي صحيا أصح شيء. أصح شيء، وأنا ما بشوف كثير كثير في داعي للمنظفات. هلا تنظيف البشرة هو إذا عم نحكي عن مستحضرات، الصابون منظف للبشرة بس هو قاسي جدا، هو بنشف البشرة جدا وغير محبز. في المنظفات المستحضرات هي ممكن تكون بشكل سائل او اثناء احيانا الحليب. اللي بشكل سائل هي منظفه قويه للبشره، بس هي بتسحب الماده الدهنيه الموجوده على البشره بشكل جائر. الاكتار منها ممكن يعمل خلل بالتوازن اللي حكينا عنه بين افراز الماده الدهنيه. الماده الدهنيه هي على فكره ونقطه مهمه، مادة دهنية مو شغلة سيئة لازم نخلص منها كلياتها ونمسحها ونوصل لبشرة ناشفة، لا أبدا، هي مادة مطلوبة بنسبة معينة. طبعا. زيادة الإفراز الدهني هي اللي ضارة، فنحن التنظيف الجائر للمادة الدهنية هذا شيء سيء وما لازم نوصل له أبدا. فلما إذا اضطرينا نستخدم منظفات الكلينزرز يعني اللي سائلة فهي لازم نستخدمها بحذر ومو بتكرارية كتير كبيرة. الحليب هو ممكن يعتبر مزيل مكياج أكثر منه منظف، وهذا شيء منيح. المزيل ضروري إزالة المكياج، خصوصي أنه في مواد بالمكياج خصوصي أنه مثلا الكحلة وإشياء بتعلق بالمي ما بتروح. فحليب مطلوب يعني يفضل استخدامه، هو تأثيره وسط، مزيل مكياج جيد وما كتير بيأثر على المادة الدهنية. وبالنهاية تنظيف البشرة ما لازم يكون كتير وما لازم يكون باستمرار، ما لازم يكون نشف وشنا، ما لازم نلعب بالتوازن الطبيعي اللي خلقه ربنا بوشنا. صحيح. تمام، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، هي نقطة علاقة الأكل مع البشرة. يعني نحن بلادنا هي غنية بالخضروات الموسمية اللي هي مغذية وبالفواكه أيضا وشرب المي. خلينا نركز على هذه النقط. يعني إذا بدي أقول لك أنه الصيدلية الأهم للبشرة هو الأكل، هو المطبخ. يعني بزماناتي سمعت مقولة في تجميل قالت انه بدال هذا الخيار والبندوره اللي بتحطوها على وشكم كلوه احسن. الاكل النظام الغذائي المتوازن يلي بيامن المواد الاساسيه للجسم، الفيتامينات، المعادن، هو اللي بيعطي البشره الصحيه. وكل شيء بنحطه على بشرتنا من برا هو اول شيء ما بيوصل للطبقات العميقه لانه في حاجز للبشره بيمنع وصول هاي المواد، هو بتكون معالجة موضعية ومؤقتة خلينا نقول. والشغلة الثانية في اشياء ما ممكن تعمليها بالكريمات، ما ممكن تعمليها غير بالاكل اللي بتاكليه من جوا اللي هو بيعمل لك بناء داخلي لبنية البشرة ما ممكن تأمنه الكريمات الحقيقة. وهو اللي بيساعد خلينا نقول مو بس ببشرة نضرة، بيساعد بموضوع الترطيب نفسه، لانه هلا بنحكي عن اذا بدك عن مراحل الترطيب. الترطيب اذا بدك اكثر داخلي عنه خارجي. هو هذا الشيء الصح. وكل شيء بنحط من فوق هو مؤقت وما انه كثير فعال. وشرب المي هو واحد من اهم المشروبات خلينا نقول اللي بناخذها وبتعمل لنا نضارة بشرة وبتعمل حالة صحية للجسم كله. طيب خلينا نحكي عن الاعتناء اليومي بالبشرة لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا بسبب يمكن المشاغل اليومية أو الساعات الطويلة بالعمل. مضطر بشكل يمكن مستمر أو بشكل يومي نحط مثلا فونديشن، نحط ميك اب بشكل يومي حتى يعني لساعات طويلة. صحيح. أنا لحافظ على نضارة وصحة بشرتي كيف فيني أتعامل معها؟ مثلا دائما بيقولوا لك مثلا مرطب صباحي وليلي وشرب المي. طب في كثير من الناس بتلاقيها ممكن تعمل هدول القصص بس بعدها عم تعاني يمكن من المكياج لانه بتحط ميك اب ساعات طويله، لانه ما بتاخذ الخطوات بشكل صحي او بشكل سليم.
صحيح. هو بالنسبه لهلا السيدات اللي بيطلعوا على الشغل فاكيد عندهم قصص مختلفه يعني نحن بشكل يومي ومضطرين يحطوا مكياج لفترات طويله. هلا هون صار بدها شويه عنايه زياده لانه انت عمليا لفتره طويله المكياج مهما كان بيسد المسامات وبيخفف خلينا نقول التنفس الطبيعي للبشره. فهون انت لازم تستخدمي معوضات بالفتره اللي انت قاعده فيها بالبيت وخصوصي قبل النوم. طبعا لما نخلص من فترة العمل تنظيف البشرة هذا موضوع هام جدا. لازم نقيم كل هالاشياء اللي حطيناها على بشرتنا نسمح لها تتنفس شوي. هلأ كوننا نحن مضطرين انه نستخدم منظفات بشكل يومي ومزيل مكياج، فهون بدنا بعد ما نظفنا بشرتنا بدنا نحط مرطب ونغسل يعني بالماء بعدين مرطب وبعدين المرطب تمام. والمرطب هون بهالحالة يمكن مو بس مرتين بالنهار، أنا دايما بقول المرطب عند الحاجة قد ايه بشرتنا بحاجة يعني ممكن أكثر من مرتين من مرتين وممكن أقل انتبهي حسب أنت يوم جمعة قاعدة بالبيت. هو مو دوز، هو مو دوز تاخذيه مرتين باليوم ما بعرف شو، وحسب الطقس حسب الوقت حسب الحاله. احيانا الهرمونيه للسيدات تختلف تماما، فهو المرطب هو مو دوز، هو مو يؤخذ مرتين بالنهار او ثلاث مرات، هو بالاوقات المناسبه. ست لونا قبل ما نختم بدنا نصائح اخيره نحكيها هيك لكل السيدات، وهلا يعني جينا صرنا بفصل الصيف فحرارات مرتفعه، اهتمام البشره قديش لازم يكون هو رفيقنا؟ خلينا نقول هو اهتمام البشره الحقيقه لازم يكون رفيقنا صيف وشتاء، بس الصيف له خصوصيته كونه نحن عم نتعرض للشمس اكثر، كونه نحن بتصير الطلعات اكثر حتى، وبتصير يمكن بركي السهر اكثر، فانت العيون تحتها ازرق وما بعرف شو دول تتعب زياده أكتر البشره، فبدها شويه عنايه زياده. هلا خصوصيه الصيف تكمن بالشمس الحقيقه، استخدام الواقيات الشمسيه والترطيب، نحن لازم نهتم بالترطيب لانه نحن بنتعرض للجفاف اكثر للبشره. فالصيف لازم نركز فيه اكثر مو بس اكثر بموضوع الترطيب، موضوع الواقيات الشمسيه، والواقي الشمسي بيلحقه موضوع التنظيف بدنا نكون مهتمين فيه اكثر. النظارات الشمسيه بتضر البشره اذا كانت معنا اصليه او شيء؟ لا ما بتضر العيون. لا بتضر البشره هون اذا كانت كبيره او هيك؟ ما بتضر ابدا، لا ما بتضر البشره، بس طبعا موضوع العيون موضوع شيء ثاني، شيء ثاني بس عم نحكي انه بالعكس بتحمي الاسوات تحت العين، جزء منه هو تصبغ على فكره مو كله داخلي، جزء منه تصبغ، فهي بتحمي من موضوع التصبغ لسوات تحت العين ولكن ما بتمنعه يعني. نتشكرك الصيدلانية لونا دروس على وجودك معنا، ويمكن معلومات مهمة بتهم كل الصبايا، بس مثل ما قلتي إذا بلشنا بمرحلة مبكرة بالاعتناء بالبشرة بنكسب بشرتنا طول العمر. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، كثير يسعد صباحك. مرسي.